الراشي، الطحين، العسل، القهوة وغيرها من الأمور، حتى الثلج اللي ممكن نحطها في حالة تعرض للحروق. هل هذه الإجراءات صحيحة؟ راح نتعرف على أهم الأخطاء الشائعة في التعامل مع الحروق في فقرة اليوم للإسعاف الأولي مع الدكتور قيس عتمي، أخصائي جراحة الحروق. مرحبا فيك دكتور قيس. أهلا فيك، أهلا وسهلا دكتور قيس. أنا ذكرت عدة أمور في بداية الفقرة ممكن تبادر لذهن البعض بأنها للأكل، هي فعليا صح للأكل، لكن عادة ما تلجأ ربات البيوت إلى التعامل معها كأدوات لتخفيف آلام الحروق أو حتى تضميدها أو التسريع في تشافيها، هذا الحكي صحيح دكتور؟ طبعا. هلأ للأسف إحنا أهم مرحلة بالتعامل مع الحروق هي مجرد مسار الحرق، بداية الحرق. أول شيء لازم نبعد المريض عن مصدر الحرق. هلأ الخطوة الثانية واللي هي معظم أو كثير من الناس بقعوا بالخطأ فيها، اللي هي وضع مواد زي الطحين، زي الثلج، حتى زي معجون الأسنان، القهوة. هاي للأسف الأمور متوارثة. صحيح. وللأسف خاطئة. هي رأساً ربة البيت لما تشوف خصوصاً أحد أطفالها تعرض لحرق تبدأ تبحث في المطبخ وين في أدوات معينة ممكن تخفف على الأقل الألم للحرق. صح. عند الطفل. طبعاً هم إحنا ما منلوم يعني المريض أو اللي حواليه لأنه بتوتر مجرد ما صار الحادث، لكن التوعية واجبة حتى لا سمح الله إذا صارت في المستقبل يتجنبوها، وحتى نقلل هاي الأخطاء المتوارثة بين الناس. طبعاً هاي إذا إحنا صار حرق مثلاً باليد ومباشرة حطينا ثلج عليها أو حطينا طحين أو حتى حطينا دواء للحروق مباشرة، هذا بسبب احتباس بالحرارة في منطقة الحرق وبالتالي بيزيد من تلف الأنسجة. إحنا الهدف بداية إنه نبرد المنطقة وبالتالي نخفف من التلف اللي بحدث في أنسجة الجلد. لذلك الإجراء الصحيح تلف الأنسجة ممكن إذا حطينا ثلج يسبب تلف للأنسجة؟ نعم، البرودة الزائدة هي بتسبب شكل من أشكال الحروق وبالتالي بتسبب تلف. طيب ليه دكتور بنحس بخدران في موقع الجرح لما نحط ثلج؟ فالمريض فعليا المصاب بالحرق رح يشعر براحة، إذا شو الوسيلة الثانية اللي ممكن نلجأ لها غير الثلج؟ نعم، هلأ إذا حطيتي أي من هاي الأمور ممكن المريض نعم يرتاح ويشعر بالراحة، لكن هاي الراحة على حساب مشاكل لاحقة ألا وهي تلف الأنسجة والمشاكل المترتبة عليها. الإجراء الصحيح هو مباشر يحط المنطقة المتعرضة للحرق تحت ماء جاري وهو ماء الحنفية، يعني تكون معتدلة البرودة، لا هي باردة جدا ولا هي ساخنة، ويخليها مدة لا تقل عن 5 دقائق. فهذا هو الإجراء الصحيح. ممكن يساهم في تعقيمها أو طرد أي ميكروبات كانت ناشئة عن الحرق؟ بالطبع. هلا هي بداية الحرق الميكروبات لسه ما بتكون تكاثرت أو ما بيكون تجرثم يعني، بس بالطبع المياه الجارية بتخفف كمية الميكروبات الموجودة على سطح الجلد، بالتالي بتحمي أولا من التهابات، بتحمي من تلف الجلد، وبتخفف من ال إذا نبعد عن وضع المواد اللي تم ذكرها على الحروق. بالطبع. طيب دكتور صار الحرق مثلا في منطقة الإيد وبدنا ننزع الملابس، بتنصح في هذه الشغلة ولا نضطر مثلا أن نروح للطبيب وهو اللي ينزع الملابس؟ كيف بيتم التعامل في حال كان في ملابس فوق الحرق؟ لا، هلأ أهم شيء نعمله مجرد ما صار الحرق، أهم حتى من زيارة الطوارئ الطبيب، أنه نرش مية الحنفية لمدة لا تقل عن 5 دقائق، بعدين نروح على الطبيب أو الطوارئ. طبعا حتى نوصل لمنطقة الحرق لازم أنه إحنا ننزع الملابس أو أي شيء بغطي منطقة الحرق. يفضل أنه النزع يكون بقص الملابس، وهذا بخفف يعني ما بسبب ألم للمريض، وبتم نزعها من غير ما نخرب إحنا المنطقة المصابة، حتى ما ينزم حجلد ايضا. بالضبط. بعض الحروق بتكون فيها فقاعات مي، هاي المريض مفروض ما يعمل فيها اي شيء فقط يغطيها ويراجع الطوارئ او الطبيب وهناك بتعاملوا معها. هل دائما لازم نلجأ دكتور في حال تعرضنا للحروق الى الطوارئ، ولا ممكن في اسعافات منزليه نتعامل فيها مع الحروق وخلص يعني هنا تنتهي الحاله وباذن الله يتم تشافيها؟ هلأ هاي أحد الأخطاء برضو اللي بقع فيها الناس وهي الاستهانة بالحرق. فبعض الحروق هي قد تبدو سطحية في بداية الحادث، لكن باليوم الثاني أو الثالث تتحول إلى درجات أعمق، وهي الدرجات بدها تعامل مع طبيب مختص. فالأفضل أنه دائما هم يلجأوا للطبيب المختص سواء بنفس يوم الحرق أو اليوم اللي بعده، حتى على الأقل يحدد أنه هل هي تحتاج إلى متابعة أو تحتاج إلى إجراءات معينة، أم هي فقط مجرد حرق سطحي يمكن التعامل معه في البيت. فبالتالي هي زيارة الطبيب المختص بتوفر عليهم مضاعفات. صحيح. في المستقبل. أو ممكن حتى فرق المساعدة الطبية أو الطوارئ تقدم الإسعافات الأولية اللي ممكن إحنا نجهلها.
بالضبط 100%. فلذلك الأفضل هي مراجعة الطوارئ وطبيب المختص. تضميد الحرق دكتور أو وضع قماشة عليه ممكن تنصح فيه ولا نتركه مكشوف؟ لأ في ناس تقول لك عشان ما يتلوث الجرح، شو الطريقة اللي ممكن فيها نغطي الحرق ونسهم في إنه ما يصير أي إنفكشن أو عدوى معينة؟ تمام. هلأ بإمكان المريض بعد ما حكينا بعد ما يغسل الحرق إنه يجيب النايلون تبع الملف فيه الأكل، ممكن يلف في منطقة الحرق ويتوجه إلى الطوارئ مباشرة. هذا النايلون الهدف منه إنه يحمي الحرق من الجراثيم ويحافظ على الرطوبة والحرارة المناسبة للحرق. عظيم. ومباشرة يتوجه إلى الطوارئ، هناك بيعملوا الإجراءات المناسبة. عظيم دكتور، أنا قبل اللقاء سألتك سؤال إنه أنت كأخصائي جراحة حروق هذا تخصص نادر جدا في الشرق الأوسط. نعم. فبالتالي تعاملت مع الكثير من العمليات الجراحية اللي بتختص في الحروق. نعم. قلت لي أهم نصيحة ممكن نوصلها للناس هي إنه ما تستهين في الحرق حتى ما توصل لمرحلة اللي هي الجراحة. بالتأكيد. ممكن نوصل نصيحة أخيرة للمشاهدين دكتور عن طريقك؟ نعم، أهم نصيحة إنه زي ما تفضلت إنه ما يستهينوا بالحرق، يبتعدوا عن الموروثات الشعبية الخاطئة اللي ممكن تضر المريض وما تفيده. أول في مراهم وكريمات شعبية يسووها. مظبوط، هاي نقطة مهمة طبعا. مثل المرهم الأحمر أتصور هيك اسمها. مظبوط. للأسف هذا كثير ناس يعني المريض أو أهله ما بيلجأوا للمختص، بيلجأوا للجيران. مزبوط. للأصحاب، وبالتالي عادة هاي الوصفة الشعبية. هلأ الحروق السطحية بنحكي عن درجة أولى درجة ثانية سطحية، هاي إذا ما التهبت بتلتئم بشكل كويس يعني حتى لو حطيت عليها أدوية بسيطة. لكن المشكلة إذا كان الحرق عميق وما تشخص إنه عميق في البداية، ساعتها بتبلش المشاكل وبكونوا استخدموا 100 نوع من الخلطات والأعشاب وما إلى ذلك، بالنهاية بتطلع يعني المريض هو اللي بتضرر. إذن هاي أهم نصيحة يمكن قدرنا فيها نوصل للمشاهدين بأن وضع الخلطات الشعبية هي تكاد تحمل وراءها أخطاء وتحمل وراءها عواقب كارثية تضر بصحة المصاب للحرق. طبعا. لازم نقدر قديش درجة الحرق ومنها نتبع العلاج المناسب. كل الشكر لك دكتور قيس على المعلومات اللي قدمتها اليوم للمشاهدين. شكرا لكم.